مساء الخير حضور الكرام، اسمحوا لي بالنيابة عن نفسي وعن جمعية التجمع القومي ديمقراطي إدارة وأعضاء أن نرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ الدكتور حسن مدن كما الأستاذ الدكتور جعفر الصاغر، حيث نلتقي مجددا للحديث حول طردية العلاقة بين مفهومين، مفهوم الدولة الريعية ومفهوم الدولة المدنية، وهي علاقة طردية حقيقية، أي كلما تشبث النظام السياسي بأبوته وبريعيته كلما توارت الدولة المدنية. لقد تعددت التعريفات الدولة الريعية، إلا أن التعريف الأوضح والقريب إلى فهم الناس في اعتقادي المتواضع هو اتكاء دولة ما في كل أو جزء كبير من دخلها الوطني على موارد، على مورد يكاد أن يكون وحيدا من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز أو أي مورد طبيعي آخر، وهي أي الدولة بهذه الحال تعتمد على دخل مستديم يأتي من الخارج دون أن تكون لها سيطرة على سعر هذا المورد في صعوده أو نزوله بسبب خضوعه لقانون العرض والطلب. ويتجسد هذا الحال في الدول النفطية النامية التي لا يشارك الاقتصاد المحلي فيها بشيء يذكر، ولنا في العجوزات المهولة في موازين الدول ذات الاقتصادات الريعية بسبب أزمة هبوط أسعار النفط العالمية التي تعصف الآن خير عبرة. ولا يخفى عليكم حضورنا الكرام أن لمفهوم الدولة الريعية مثالب كثيرة، ليس أهمها العامل الاقتصادي، بل أنها تبني وترسخ الاستبداد وتحول دون التحول الديمقراطي بسبب تحييد الأنظمة الحاكمة لمواطنيها عن المشاركة في صنع القرار الوطني، كما الانفراد في تشكيل وضع اقتصادي لا يستفيد من خيره إلا القلة القليلة من الناس من الذين يتكئ عليهم النظام السياسي في سرائه وضرائه. ولأن الاقتصاد الريعي لا يؤسس لعملية تنموية حقيقية طويلة الأمد تكون بمثابة جسور يعبر عليها الوطن إلى فضاءات التقدم الحضاري على مختلف الصعد، فإن هذا النوع من النظم الاقتصادية من الأريحية بمكان، بحيث أنه لا يلزم الأنظمة السياسية بمبادئ الحرية الاقتصادية التنافسية القائمة على مبادئ المشاركة السياسية وسيادة القانون والأمن للجميع وقضاء عادل. ونتيجة لذلك فإن الحرية السياسية لا تتطور، ويتم تعويق لا بل قمع الجهود الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي حفاظا على وتكريسا لنظام الريع. ولتعاظم دور الدكتاتورية والاستبداد في النظم الاقتصادية الريعية في إدارة الثروة الوطنية، فإن السلطة السياسية تمسي كما الأب في إدارتها لهذه الثروة، فهي تسيء توزيع ذلك الريع فتغدق على هذا وتمنع عن ذاك بسبب حصرية تلقي هذا الريع. إن التأسيس للدولة المدنية الناشئة من إجماع الأمة ومن إدارتها المشتركة يستوجب شروطا من أهمها مغادرة مربع النظام الاقتصادي الريعي إلى نظام اقتصادي شفاف يكفل ديمومة الحياة من خلال تكافؤ الفرص في الجهد والإبداع والمخاطرة والمواطنة المتساوية في حقوقها وواجباتها. فلنترك لمحاضرين الكريمين الإبحار بنا إلى حيث يشاءان. فلنبدأ بالدكتور حسن. مساء الخير، أسعد الله مساءكم أيها الأخوة الأعزاء. أتوجه يعني بالشكر إلى الأخوان في التجمع القومي على تنظيم هذه الأمسية وعلى اختيار هذا الموضوع المهم، وأيضا على دعوتنا للمشاركة في الحديث حوله. الحقيقة أن عنوان هذه الندوة يعني عنوان شديد التعقيد، ويعني أعتقد الأخوة في التجمع القومي يعني أوقعونا في شرك شوية، لأن مفهوم الدولة الريعية يعني عندما نتحدث عن الدولة الريعية تنصرف الأنظار إلى مفهوم اقتصادي،
بدرجة أساسية. طبعا له أبعاده الاجتماعية والسياسية ولا شك مثل أي ظاهرة. ومفهوم الدولة المدنية هو في الأصل أو في الأساس أيضا مفهوم سياسي، وإن كانت له أيضا جوانب أخرى. مع ذلك يعني سأسعى، ولحسن حظي طبعا أن زميلي في الندوة رجل اقتصاد دكتور جعفر، فهو أقدر مني على المقاربة الاقتصادية للموضوع. ولكن أنا سأتحدث في البداية عن مفهوم الدولة الريعية بإيجاز شديد على أساس لأن هذا الأمر يحتمل نقاش كثير، وسبق لنا أيضا في ندوة في المنبر التقدمي منذ حوالي عام أو قبل عام أن تحدثنا في هذا الأمر. فسأحاول أن أتحدث بإيجاز عن مفهوم الدولة الريعية وما يثار حوله يعني من ملاحظات ومآخذ أيضا، وأنتقل إلى الحديث بعض الشيء حول مفهوم الدولة المدنية، ومحاولا يعني أن أجد يعني بعض الصلة بين المفهومين. مفهوم الدولة الريعية ينسب بشكل رئيسي إلى الاقتصادي الإيراني اليساري حسين مهداوي، وهو كان أول من توقف عند المفهوم الحديث للريع، كان ذلك في عام 1970، من حيث علاقة الريع بالدولة، حيث عرف الدولة الريعية بأنها الدولة التي تحصل وبشكل منظم على كميات معتبرة من الريع الخارجي التي تدفع من قبل أشخاص أجانب أو هيئات أو حكومات أجنبية لمصلحة أفراد أو هيئات أو حكومة الدولة المعنية. من بعد تعريف مهداوي الأساسي ظهر تعريف أكثر تفصيلا في الثمانينات من قبل الاقتصادي المصري حازم الببلاوي الذي كان في وقت من الأوقات رئيس الحكومة في مصر، وأيضا من الاقتصادي الإيطالي لوتشايا. تم فيه يعني الرجلان ميزا بين مفهوم واسع هو الاقتصاد الريعي ومفهوم أضيق هو الدولة الريعية. ولنبدأ بالمفهوم الواسع، حيث يتميز الاقتصاد الريعي بأربع خصائص إن وجدت في اقتصاد ما وصف أو صح وصفه بالريعي. والخصائص هي: مصدر الريع خارجي، يشكل الريع الخارجي العامل المهيمن في الاقتصاد، وعرفت الهيمنة بشكل عام كـ40% من دخل الدولة. ينخرط معظم السكان في استهلاك أو توزيع الريع وليس إنتاجه، كما هو الحال في بلداننا الخليجية حيث يعيش السكان على ريع النفط بدرجة أساسية. المستلم الأساسي للريع هو الحكومة، ليس الأفراد يعني وليست الشركات وإلى آخر. بالنسبة لتعريف الدولة الريعية هنا، فهو حلقة الوصل بين الاقتصادات الخارجية والاقتصاد المحلي عبر سيطرة الدولة على المدخول من الريع. لكن ليس كل الباحثين يوافقون على توصيف الدولة، طالما نحن نتحدث عن الدولة في بلدان الخليج، بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، ليس كل الباحثين يوافقون على توصيف الدولة في بلدان الخليج العربي على أنها دولة ريعية. فعلى خلاف الكثيرين ممن مالوا لهذا التوصيف، يرى المفكر الكويتي الراحل خلدون النقيب أن هذا المفهوم قاصر عن الإحاطة بمحتوى الدولة موضوع التصنيف، أي الدولة في بلدان الخليج. فالدولة الريعية برأيه ما هي إلا مرحلة انتقالية للفترة منذ اكتشاف النفط حتى منتصف ستينيات القرن الماضي نحو عصر ما يطلق عليه هو الدولة التسلطية، رغم أنه لا يراها مرحلة انتقالية ضرورية. فهناك طرق مختلفة تقود إلى الدولة التسلطية، فقد دخلت كل من مصر وسوريا والعراق منذ أواخر الخمسينات عصر الدولة التسلطية عن طريق الانقلابات والتأميمات وبخرطة الاقتصاد وليس عن طريق الدولة الريعية. والتفريق بين الدولة الريعية والدولة التسلطية ضروري جدا من وجهة نظر النقيب. فالدولة الريعية تصف جزئية محدودة من النظام الاقتصادي تتعلق باعتبار مصدر الدخل الوطني يأتي بشكل الريع الخارجي،
ونتعلق بالدور الذي يلعبه الريع في الإنفاق الحكومي وما يترتب عليه من نتائج. وعند هذا الحد تقف أهمية هذا المفهوم، بينما الدولة التسلطية تمثل نظاما سياسيا مميزا في منظومة أشكال النظم السياسية الاستبدادية عبر التاريخ، وتمثل الدولة التسلطية نظاما اقتصاديا متكاملا يطلق عليه رأسمالية الدولة التابعة. ومن هنا فإنه يرى بأن مفهوم الدولة التسلطية ومؤسساتها التضامنية أداة أشمل وأفضل من الدولة الريعية في فهم مجتمع الخليج والجزيرة العربية. أما الباحث الإماراتي الدكتور محمد غباش فيستعرض في دراسته الدولة الخليجية 5 مفاهيم مختلفة للسلطة في الخليج نظريات عديدة لفهم طبيعة السلطة السياسية في دول الخليج العربي، بينها نظرية القبلية الخلدونية، نظرية الميراثية العائلة إلى ماكس فيبر، وبالمناسبة فإن أحد الباحثين اللبنانيين المتميزين أديب نعمة يستخدم الآن أو يعرب بالحقيقة مصطلح الدولة الغنائمية انطلاقا أيضا من مقولات ماكس فيبر، وأيضا نظرية الدولة الريعية العائدة إلى مهداوي الذي أشرنا إليه، وذلك في مسعى باش لرصد ظاهرة السلطة في الخليج وتمييز آليات حركتها في وسط مجتمعها وفي البيئة الإقليمية والدولية. وهو يبدي تحفظات على تلك النظريات، طبعا ليس هذا المجال لاستعراض تلك التحفظات لأننا نتحدث عن الدولة الريعية، ولكن هذه التحفظات تشمل أيضا مفهوم الدولة الريعية. مشترح هذا المفهوم مهداوي يقدم تفسيرا للسلطة في الدول الخليجية وحسب، لا يقدم بالأحرى لا يقدم مهداوي تفسيرا للسلطة في الدول الخليجية وحسب، بل للسلطة في دول أخرى لا تعتمد على النفط بشكل مباشر. وقد جاء التفسير لطبيعة الدولة طبيعة السلطة السياسية معتمدا على أن النظام الاقتصادي في الخليج ولد دولة ريعية لا تفرض الضرائب والمكوس على مواطنيها، بل تقوم على عكس كل دول العالم بالدفع لهم في دولة رفاه غير ضريبية وعبر توظيفهم في ملاكاتها الإدارية والخدمية والأمنية. لكن ما أخذ غباش على المفهوم الريعي للدولة يتمحور في أنها تنطلق أساسا من تحليل اقتصادي لا يرى في النفط، وهو مادة هيدروكربونية محسوسة تم تحويلها إلى سلعة عبر عملية البحث والتنقيب والإنتاج والتعبئة والشحن والتسويق، إلا كريع إيجاري بدلا من النظر إليها كجزء من الأصول الرأسمالية المملوكة للدولة. وإذا صدقت النظرية في اعتبارها رسوم المرور في قناة السويس مثلا ريعا إيجاريا لاستخدام القناة، وفي اعتبار رسوم استخدام أراضي الدول الأخرى لإقامة أنابيب نفط أو حتى قواعد عسكرية ريعا إيجاريا، وإن هي أيضا صدقت في اعتبار المعونات الخارجية ريعا إيجاريا، فكيف يمكن اعتبار انتقال مواد تشكل جزءا من الثروة الطبيعية المحسوسة للدولة منها إلى المستهلكين ريعا؟ هذا سؤال يطرحه. وإذا نجح دعاة النظرية في المجادلة نظرية الدولة الريعية في المجادلة بصدق ذلك، إذا استطاعوا أن يثبتوا ذلك، فكيف لهم أن يمنعوا اعتبار أي دولة أخرى تنتج معدنا في العالم دولة ريعية؟ لماذا فقط دول النفط؟ سواء كان ما تنتجه هذه الدول مثلا الفوسفات كالمغرب أو اليورانيوم كجنوب أفريقيا أو النفط كروسيا. ويلتمس غباش العذر لصاحب هذه النظرية مهداوي في أنه طرح مفهومه في نهاية الستينات حينما كان عائد النفط يتخذ شكل الضريبة الإيجارية على شركات النفط، لكن لا يصدق الأمر الآن بعد التحولات العميقة في العلاقة بين شركات النفط والدول التي تعمل هذه الشركات فيها إلى حدود جعلت أكثر الدول تمتلك حصص الأغلبية في هذه الشركات، بحيث أصبحت نسب كبيرة من الموارد تتخذ شكل بيع الملكية المباشرة للسلعة الهيدروكربونية. فالإنفاق العام بحد ذاته هو نشاط تخوضه كل الدول ريعية كانت أم لا ريعية، يعني كل الدول تنفق على مواطنيها بصورة أو بأخرى. ولذلك فمن الشطط اعتبار أنه حينما توفر الكويت مثلا تعليما مجانيا فإن ذلك نوع من الرشوة لكسب الولاء، بينما حين تفعله هولندا فهو من سمات دولة الرفاه.
من جانب آخر فبالإمكان رؤية أن كل الدول تقريبا تقوم بتوظيف الإنفاق العام لأجل نيل رضا وكسب ولاء المواطنين أو قطاعات هامة على الأقل في نظرها منهم. فكيف نقوم بتمييز أن السلطة الخليجية تمارس شيئا آتيا بشكل طبيعي من كونها ريعية بينما الشيء ذاته تمارسه سلطات دول غير ريعية؟ أيا كان الأمر، وهذا ما يعنينا الحقيقة، يعني ليس السجال حول مفهوم الدولة الريعية أو هل هي دقيقة أو صحيحة أو ملائمة لتشخيص شكل الدولة في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو غيرها. أيا كان الأمر ومهما كانت الملاحظات والمآخذ الوجيهة حقا حول مصطلح أو مفهوم الدولة الريعية على نحو ما بسطنا بعضه الآن، فإننا إزاء حالة فريدة من نوعها لشكل الدولة لشكل الدولة في هذه المنطقة، شكل الدولة في منطقة الخليج، وأن هناك سمات خاصة لتطور الرأسمالية فيها. وعلى ضوء المستجدات الحاسمة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا بالفعل إزاء مرحلة جديدة تنذر بنهاية هذه الدولة الريعية، خلنا نقول بين قوسين، أو دولة الرفاه وفق تعبيرات أخرى، أو في أحسن الأحوال فإننا بصدد أزمة جدية طويلة المدى على ما يبدو ستواجهها هذه الدولة، وبالتالي ستعاني منها مجتمعات الخليج وشعوبها ومجمل الأداء الاقتصادي في المنطقة، حيث تتفاوت التقديرات بين الاقتصاديين حول أزمة أسعار النفط الحالية، فبينهم من يبدو شديد التشاؤم ويتوقع طول أمدها بحيث نشهد انهيارات أكبر من هذه، وهناك من يعول على أن السوق قادرة على تصحيح نفسها وأنها لن تتخذ أو لن تتحمل طويلا هذا التردي، ومن ثم يمكن أن نشهد في الأفق المنظور تحسنا في أسعار النفط حتى لو لم يعد إلى المعدلات التي كان عليها قبل الأزمة. في البداية شاع رأي وجرى ترويجه يعني حتى من الحكومات أنه لا أثار سلبية على دول الخليج ستكون في المدى المنظور، فما لدى هذه الدول من وفرة مالية قد تمكنها من التغلب على الآثار المباشرة لانخفاض، ولكن سرعان ما تبدد هذا الاعتقاد مع التدهور المتتالي والمريع في هذه الأسعار، حيث شهدنا عجوزات في الموازنات العامة سرعان ما انعكست في تدابير تقشفية يعني القادم أسوأ، طالت العديد من أوجه الضمانات والحماية المقدمة للمواطنين، والواضح أننا ما زلنا في البداية فقط. يمكن القول أنه أزفت نهاية الدولة الريعية التي في يدها مداخيل هائلة تدور في توزيعها وفي استخدامها أو تناور بالأحرى في توزيعها وفي استخداماتها لكسب الرضا، لكسب الولاء، لمنع الاحتجاجات إلى آخره، وهذه النهاية قد لا تحل بين يوم وليلة، وقد تستغرق وقتا، وتتفاوت قدرات حكومة كل بلد ومهاراتها وإمكانياتها في التعامل معها، لكن المؤكد أن العد العكسي قد بدأ ولن تكون العودة إلى الوراء ممكنة. هذا في وقت 5 دقائق. أوكي. يعني لن أطيل إذن في مفهوم الدولة المدنية، أنا يعني أيضا استعرضت بعض المسائل حول هذا الأمر، ولكن بإيجاز سأقول أن ما خلصنا إليه الآن حول المآل الذي انتهت إليه الدولة الريعية إذا اتفقنا على أن نصفها كذلك، يطرح مهام كبرى أمام الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك طبعا في البحرين. نحن الآن بصدد إجراءات تقشفية كبيرة تطال الضمانات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. هناك أيضا حتى أنت لم تعد تميز بين الإشاعة وبين الحقيقة، هناك إشاعات متداولة كثيرا عن تخفيض الرواتب أيضا وخصخصة الخدمات الطبية وخصخصة قطاعات أخرى قادمة. باختصار أن هناك نحن نتحول بصورة أو بأخرى نحو دولة ضريبية أو ما يشبه الدولة الضريبية حتى لم تقنن هذه الضرائب، ولكن القاعدة تقول لا ضرائب بدون تمثيل. إذا أرادت الحكومات أن تمشي في هذا الاتجاه
بأن تفرض يعني الكثير من الأعباء على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ونحن نشهد الآن حتى ربما إحصائيات موجودة عن تدهور ما كان يعرف بالفئات الوسطى أو الطبقات الوسطى. كثير من الفئات التي نشأت أو تحسنت أوضاعها وصنفت في قائمة الفئات الوسطى بفضل تحسن الأداء الاقتصادي أو المداخيل الاقتصادية عامة، تفقد الكثير من امتيازاتها وتتحول تدريجيا إلى فئات فقيرة أو فئات دنيا يعني محدودة الدخل. وبالتالي هذا يطرح على هذه الدولة مهام التمثيل، كيف يمكن يعني اتخاذ إجراءات اقتصادية بهذا الحجم وبهذه الخطورة، ويطالب المواطنين بأن يكونوا شريكا في تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية. يعني هذا هو لسان الحكومات، نحن نمر بأزمة، أسعار النفط لم تعد كما كانت عليه في السابق، عندما كانت الأسعار جيدة نحن قدمنا خدمات، الآن لم تعد هذه الأسعار كما كانت، وبالتالي عليكم أيها المواطنون تحمل المسؤوليات. لا أحد يتوقف أمام أن هذه الحكومات هي المسؤولة عن السياسات، جزء كبير من السياسات الاقتصادية التي انتهت إلى هذه النهاية، ولم يجري توظيف الريع النفطي في السابق بما يضمن يعني مستقبل الأجيال القادمة، وتوضع الخطط الاقتصادية الضرورية لوقت مثل هذا. كيف يطالب المواطن الذين لم يكونوا المواطن الذي لم يكن شريكا في اتخاذ هذه السياسات بأن يتحمل هو أعباءها، وأن يظل محروما من المشاركة في اتخاذ القرار السياسي ورسم القرار السياسي؟ إذا كان غياب الديمقراطية، طبعا إذا استثنينا يعني الحالة الكويتية إلى حد كبير وربما الحالة البحرينية بشكل أقل، لا توجد مؤسسات تمثيلية، لا يوجد برلمان، لا توجد مجالس بلدية، في بعض البلدان لا يوجد حتى حريات نقابية، وبالتالي يعني كيف يعني إزاء هذا الوضع يمكن أن نطالب المواطن بأن يتصرف اليوم كما كان يتصرف في زمن ما قلنا أنه دولة ريعية؟ هذا يقودنا طبعا بطبيعة الحال إلى ما يشير إليه عنوان الندوة، وهو مفهوم الدولة المدنية. مفهوم الدولة المدنية بطبيعة الحال تتطلب المشاركة الشعبية، تتطلب التمثيل الشعبي عبر البرلمانات ذات الصلاحية، عبر الدساتير الديمقراطية والعصرية، وعبر كافة الأشكال التي تتيح للمجتمع المدني بهيئاته بمنظماته بنقاباته أن يكون شريكا في هذه المسألة. لكي لا أطيل، طبعا هناك ما يمكن قوله عن مفهوم الدولة المدنية، ولكن سأترك ذلك، يعني لدي بعض الأفكار سأتركها للنقاش كي يعطي فرصة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورنا. شكرا أستاذ دكتور جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله مساءكم. يعني أتقدم بالشكر التجمع القومي على هذه الندوة الجيدة، ويأتي أهمية هذه الندوة. أنا أعتقد تأتي أهمية هذه الندوة أعتقد في يعني في الوضع الاقتصادي أو في الوضع الاقتصادي إذا تشاهد المنطقة أو الدول المصدرة للنفط، فهناك تغيرات جذرية تحصل. هذه التغيرات يعني بنت عليها أو كانت ركائز للدولة في الواقع على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن، منذ ارتفاع أسعار النفط في السبعينات وإلى الآن. اعتدنا على أنماط وأشكال من الدعم الحكومي على سبيل المثال. هذا الدعم الآن أعادت النظر الحكومة بسبب الوضع الراهن، بسبب انخفاض أسعار النفط. جميع دول الخليج أعادت النظر في سياسة الدعم، وكما أن هناك في يعني بدأ يعني يلوح في الأفق بالنظام الضريبي، وهذه أعتقد كانت يعني على الرغم من أهميتها
من أهمية النظام الضريبي في تقدم وازدهار الدول المتقدمة، إلا أن في دول الخليج لم نسمع عنها، لم نكن نتوقع أبدا بأن يدخل هذا النظام في النظام الاقتصادي وفي النظام المعيشي في دول المجتمع. هذه أعتقد تكمن أهمية هذه الندوة وهذا العنوان. الدكتور حسن طبعا تطرق إلى مفهوم الدولة الرعية، وبيغنيني أنا أتكلم عن المفهوم، وخلينا أنا أقطع جزء من المحاضرة اللي عندي أساس أروح إلى الجزء الثاني والثالث. أنا ودي أتساءل هنا، طبعا يعني بروح أتطرق إلى المفهوم من ناحية أوصاف أو خلنا نقول وصف الدولة الريعية حتى أبني الأجزاء البقية على هذا المفهوم. أولا، هل يعني ودي أتساءل هل كانت الريعية قرارا سياسيا أم اقتصاديا؟ وهل الدولة الريعية يعني الآن بعد ما حصل وبعد ما انخفض أسعار النفط وبعد ما أدت إلى تغير في النمط في النظام الاقتصادي، هل يمكن القول بأن الدولة الريعية كان خطأ اقتصاديا إذا كانت دول الخليج دول ريعية؟ ومن ثم هل التحول عن الدولة، يعني هاي نفس السؤال، دولة رعية هو قرار سياسيا، هل التحول عن الدولة الرعية إذا كانت دولة رعية وأردنا أن نتحول إلى دولة مدنية، هل هو قرارا سياسيا قبل أن يكون قرارا يعني اقتصاديا؟ ومن ثم ما هي التداعيات الاقتصادية للدولة الرعية؟ يعني إذا كانت الدولة الرعية نظاما اقتصاديا ساعدنا على التقدم والازدهار، ومن ثم لماذا نتخلى عن الدولة الرعية؟ لماذا لا نتثبت بهذا النظام وندعو وندعم هذا النظام إذا كان فعلا هذا النظام يساعدنا في التقدم والازدهار وفي تحقيق أهدافها؟ ومن ثم إذا كان لا، لماذا تمسكنا بهذا النظام إذا كان لم يحقق لنا الازدهار والتقدم وينقلنا من دولة نامية إلى دولة صناعية متقدمة؟ بناء على المفهوم اللي تفضل به الدكتور حسن لمفهوم الدولة الريعية، يعني ممكن خلاصة أو نوصف الدولة الريعية بأنها دولة تتميز بوفرة من الموارد الطبيعية، وملكية هذه الموارد تعود للدولة وحدها، يعني ما لها قرار الأفراد في ملكية والتصرف وكيفية التعامل مع هذه الموارد، هي خاص قرار خاص بالدولة. تحقق في الدولة الرعية تحقق الدولة عائدات ضخمة من خلال تصدير هذه الموارد، يساعدها على الانفراد بقراراتها ويساعدها على تحقيق يعني تغني المجتمع، أفراد المجتمع، ولن يكون هذا المجتمع عنده الحماس في أن يكون مشاركا في هذا القرار. ميزانية العامة في الدولة الرعية، يعني الميزانية العامة وهي الأداة الخاصة وهي الأداة الرئيسية الاستراتيجية الرئيسية للدولة، ميزانية لأنها تستلم العائدات ومن ثم تضخ هذه العائدات من خلال مصروفات الدولة أو من خلال ميزانية الدولة. تعتمد هذه الميزانية اعتمادا كليا على هذه الإيرادات، وبالتحديد على الريع النفطي التي تستلمه من خلال تصدير ريع خارجي، يعني هذا الريع، مصدر الريع يأتي من خارج الاقتصاد المحلي، من خارج الاقتصاد، وهذا يشير إلى ضعف هيكل الإنتاج المحلي. إذن بناء على ذلك يمكن القول أن الدولة في الدولة الرعية تحتكر الريع وتتصرف به على وفق متطلباتها الاقتصادية والسياسية، فالدولة الرعية تعيش على دخل غير مكتسب
بالعمل. هذه نقطة جدا مهمة أعتقد في الدولة الرعائية. يعني هذه خلينا نراجع، هل نتمسك بهذا النظام دولة رعائية أم لا؟ يعني الدولة الرعائية تعيش على دخل غير مكتسب من العمل، وغير مكتسب ولا يعتمد على الإنتاجية في زيادة وتوسيعة هذا، وإنما من المصادر الطبيعية فقط. ولذلك لا يعني في أغلب الدول الرعائية الإنتاجية ليس مؤشر للإزدهار، وليس مؤشر للتقدم، وليس مؤشر للتقدم، لأنه مو وغالبية هذه الإيرادات تكون مكتسبة مثل ما قلت من غير العمل. يعني الدول المتقدمة، الدول الصناعية لا اعتمدت على الإنتاجية، اعتمدت على العمل. يعني كثير من مثل هالمناسبات نذكر نموذج النرويج الذي هي دولة نفطية، ولكن اعتمدت أن يكون النفط، أن اعتمدت على النظام الضريبي، والنظام الضريبي في النرويج مرتفع جدا، وجعلت الإيرادات النفطية للأجيال القادمة وللاستثمارات ومشاريع وما شابه ذلك. يعني فعادة ما تستغل الدولة الرعية الإيرادات الضخمة في مشاريع ذات كثافة رأسمالية. يعني بطبيعة نوعية هذه الموارد، فتتحول هذه الإيرادات إلى مشاريع رأسمالية ضخمة تعتمد، وهذه المشاريع الرأسمالية لا توفر كثير من الفرص من العمل، توظف عددا محدودا فقط من القوة العاملة الوطنية. إذا بناء على هذه الأوصاف، بناء على هذه ما تفضلنا يعني ما ذكرنا، فالدولة الرعية عادة لا تحتاج إلى فرض ضرائب بسبب ضخامة الإيرادات هذه الموارد. يعني فالدولة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على المواطنين أو على المؤسسات الاقتصادية كمصدر دخل لها. يعني بمعنى آخر، أن الدولة الرعية لا تعتمد على الدعم المالي للمواطن، يعني لا تعتمد على دعم المواطن، على أن تقدم دعم للمواطن، بس ما تعتمد على أن يكون المواطن يدعم من خلال الضرائب. فهي لا تعتمد على أن الدعم المالي للمواطن. ولذلك يقول مثل ما تفضل الدكتور حسن، أن الدكتور أن المفكر المهداوي يعني وضع علامة استفهام، يعني هل الدولة الرعية ممكن من خلال الدولة الرعية أن يكون هناك مشاركة المجتمع في القرار الاقتصادي وغير السياسي وما شابه ذلك؟ فالمجتمع يكون عادة في الدولة الرعية ليس له الحماس والرغبة في المشاركة الفعلية في القرار، في جميع القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما شابه ذلك، طالما أنه يتمتع بالرفاهية والاستقرار المالي. يعني في الشعار الأوروبي دائما يقول يقول لا ضرائب، no taxation without representation، no taxation without representation، لا ضرائب دون التمثيل السياسي. هذا أعتقد ما ينطبق على الدولة الرعية. الدولة الرعية تكون رعية ليس لكونها تنتج النفط، ممكن تنتج موارد أخرى أو أي موارد أخرى، ولكن وليس لكونها تعتمد عليها اعتمادا كليا في تمويل نفقاتها واستثماراتها ومن ثم تعظيم إرادتها المستقبلية، بل لكونها تدير العملية برمتها، فهي المنتج والبائع والمصدر، وهي الجهة التي تقوم بإنفاق الإيرادات المحصلة من تصدير هذه المورد هذا النفط، أو بإعادة توزيعها بالطريقة التي تشاء وبالأسلوب الذي يعزز من مكانتها وهيمنتها الاقتصادية. في الدول مجلس التعاون، كما هو الحال في أغلب الدول المصدرة للنفط، تكون الموارد الطبيعية طبعا في يد الحكومة التي تقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة عملية الإنتاج والبيع والتصدير، ومن ثم إنفاق هذه الإيرادات الناجمة عن هذه العملية. في الدول الخليجية مثل ما ذكرنا عندها الأداة المصروفية
تلعب جدا مصروفات الدولة أداة اقتصادية جدا مهمة، فهي هي يعني هي إذا صح التعبير أو وهو في الواقع فعلي أن هذه الأداة هي الأداة الاقتصادية الوحيدة أكثر من حتى أداة مثل سعر النفط سعر الفائدة وما شابه ذلك الذي تلعب دورا مهما في الاقتصاديات المتقدمة، أن هذه الأداة هي الأداة الاقتصادية الوحيدة التي في يد الدولة والتي من خلالها ممكن صرف توزيع الإيرادات النفطية ودعم القطاع الخاص وما شابه ذلك. فالميزانية العامة للدولة تعتمد مثل ما قلنا على الإيرادات النفطية، كما أن هذه الدول لا تؤمن بالنظام الضريبي المباشر بل تقوم على عكس كل الدول التي تفرض تلك الضريبة، فهي تقوم بالدفع للمواطنين بطرق وأساليب مختلفة. الآن على مدى 40 سنة أو 50 سنة تقريبا تعود المواطن على الدعم واعتبر جزء من نمطه المعيشي ومن أسلوبه ومن دخله، ولذلك لما أرادت الدولة أن تعيد النظر في الدعم لقت مقاومة من خلال المجتمع، لأن على الرغم أنه استخدم بطريقة غير إنتاجية وبطريقة غير اقتصادية، إلا أن المجتمع بدأ يقاوم هذا الدعم التي أرادت الدولة من وقفه. فقامت خلال هذه العقود من الزمن يعني قدمت الدولة اعتمدت الدولة على الدعم المالي والهبات المباشرة ومن خلال توظيف المواطنين، فأصبحت الإيرادات النفطية هي حل لجميع المشاكل الاقتصادية في الواقع. لو شفنا هي من خلال الإيرادات ممكن أو من خلال صرف الدولة ممكن توفير فرص عمل للمواطن من خلال توظيفه في القطاع العام ومن خلال وصارت ظاهرة البطالة المقنعة. الفقر كثير من حالات الفقر حل شكلي وليس حل جذري، فتم دعم الكثير من الأسر بالمساعدات المالية، ما صار في تحويلهم إلى أسر منتجة وإنما اعتمدوا على التمويل والمساعدات. هاي فدور الدولة في الاقتصاد الاستراتيجي بل حاسمة في جميع القطاعات الاقتصادية. خلص الوقت؟ بعد أوكي. عندما ظهر النفط، خلينا نقول في الواقع عندما ارتفعت أسعار النفط في السبعينات في بداية السبعينات، وهذا كان الطفرة النفطية مثل ما نسميها، كان أمام الدولة أمام الدول النفطية بشكل عام خياران، أما تصدير هذا النفط ومن ثم وبيعه وتحصيل هذه الإيرادات وتحويل هذه الإيرادات إلى مصانع وتطوير القطاعات الاقتصادية الغير النفطية وتنويع مصادر الدخل بمعنى آخر، وهذا الوضعية نتكلم عن نمط النرويج عدل، مثل ما الدول المتقدمة يعني فرض ضرائب، انما هذه الايرادات هو دعم للسياسه الاقتصاديه ولدعم لتنويع مصادر الدخل. الخيار الاخر هو يعني تصدير النفط واستخدام عائداته لتطوير بشكل مباشر في الدعم والنمط اللي شاهدناه. في الخيار الأول بيحقق لنا التنمية المستدامة وبيحقق لنا النمو الفعلي، في الخيار الثاني بيحقق لنا نمو ولكن نمو غير مستديم، بيحقق لنا رفاهية ولكن رفاهية غير مستديمة، بيحقق لنا ازدهار وأنما نحن نمتلك من القوة الشرائية الكبيرة ولكن هذه مهددة بالانخفاض ولنعدام بسبب انخفاض أسعار النفط وما شابه ذلك، وهذا ما حصل فعلا. يعني خلال هذا الفترة عندما انخفضت أسعار النفط بدأنا نفقد تدريجيا جزء من الرفاهية وبدأنا نفتقد حتى القوة الشرائية وبدأنا
نفتقد القوة الاقتصادية الشكلية اللي كنا نمتلكها. دول الخليج اختارت الخيار الثاني. ولكن يعني ويعني وفي الواقع منذ العقد الثامن من القرن السابق عندما شهدت دول تحديات اقتصادية وسياسية خطيرة بدءا من الحرب العراقية الإيرانية، تذبذب أسعار النفط وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدل التضخم، وانتهاءا بالأزمة الحالية، أزمة 2008 والأزمة الحالية هي الأخطر في الواقع، وجدت دول مجلس التعاون نفسها ملزمة بإعادة النظر في النهج الاقتصادي وفي نظامها الاقتصادي الذي تبعه لإدارة اقتصادها. فقامت بسبب هذا قامت بإعادة النظر في نظامها الاقتصادي. فمثلا مثل ما قلت قبل شوي، قامت بإعادة النظر في الدعم، بل وقفت الدعم وأخذت قرار كل جميع دول الخليج، وأصبح القرار على مستوى دول مجلس التعاون بخفض ووقف الدعم الحكومي بشكل تدريجي. خفض التوظيف في القطاع الحكومي، يعني القطاع الحكومي هو ليس الملجأ لتوظيف الباحثين عن فرص عمل، لأن مثل ما قلت السبعينات الثمانينات ومنذ السبعينات كان المهمة أو المهمة اللي كان ينجزها ممكن إنجازها من خلال موظف واحد كان تنجز من خلال ممكن 10 موظفين أو أكثر، فكان هناك وطن مقنعة، ولكن هذا بسبب ضخامة الموارد الإيرادات النفطية. أيضا اتخذت بعض دول الخليج أو كل دول الخليج في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره كمحرك للنشاط الاقتصادي، ليس الدولة في أن تقوم هي المحرك، وإنما اتخذت بعض الإجراءات في تفعيل دور القطاع الخاص بحيث يكون هو القوة الدافعة للنشاط الاقتصادي. مثل ما قلنا قامت بإعادة النظر في سياسة الدعم المالي للمواطنين، وقامت بعض الدول يعني مثل البحرين والكويت وما شابه ذلك ببعض من بإصلاحات سياسية ومستويات متفاوتة كأسلوب المواجهة تلك التحديات والأزمة. إذن هناك انتقال من النظام القديم إلى هذا النظام، حتى وكان بسبب تحديات وقساوة التحديات التي تمر بالمنطقة. التغير من الدولة الرعية إلى الدولة المنع يعني تغير العلاقة بين الفرد والدولة في الواقع، ووقف الدعم الحكومي يعني، وأيضا يعني بين القطاع الحكومي لم يعد هو الملجأ للتوظيف الآمن، وأيضا هو تغيير معناته بتغيير جذري في النظام الاقتصادي. سوف نشاهد تغيرات كثيرة إذا ما تم اتخاذ القرار على مستوى دول مجلس التعاون على أن يتحول من النظام القديم إلى نظام هذا. ما هي التداعيات الاقتصادية؟ آخر نقطة وأوقف هنا. ما هي التداعيات الاقتصادية للدولة الريعية؟ شنو سوّل؟ 5 دقائق. ما هي التداعيات هذه؟ هل كان قرار صائب أم قرار هاي؟ السياسات الريعية أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية في الواقع. قطاعات كانت تقليدية انتهت واندثرت. حتى قطاع السمك الآن اللي في مثلاً في البحرين بدأ حتى هذا الآخر قطاع التي بدأ يتأثر ويندثر وينمحي من هاي قطاعات. هناك حتى ملامح السياسة، القطاع السياحي بسبب وفرة الواردات الإيرادات النفطية، المعالم السياحية والقطاع السياحي تأثر كثيراً. أنتج لنا الاقتصاد الريعي مجتمعا استهلاكيا، يعني تحولنا إلى مجتمع استهلاكي بحث، يعني لا نفكر في المستقبل، ليس لدينا رؤية، لأن يعني مو بس الدولة نلوم الدولة أن ما عندها رؤية اقتصادية، أيضا المجتمع بسبب عندنا الثقة
مفرطة في أن النفط لا ينتهي وأن هناك أو على الأقل أن سعر النفط خلال 20-30-40-50 سنة لا في تصاعد وليس في انخفاض، وأصبحنا نفكر في كيفية استهلاك ما نمتلكه في الجيب. التبعية الاقتصادية، عندنا تبعية اقتصادية للدول خاصة الدول الصناعية، أوروبا وأمريكا وما شابه ذلك. لا نستطيع أن يعني لو صو على سبيل المثال لو صو حصار على هذه الدول، أعتقد من الصعب أن تقاوم هذا الحصار بسبب عندنا تبعية، ما عندنا إنتاجية، القاعدة الإنتاجية عندنا ضعيفة. الاعتماد المفرط على النفط، ومثل ما قلت في البداية وهو الأهم، أن كل المشاكل التي تواجهنا كنا نعالجها بالتمويل وبالمال وبالهاي. أنا أعتقد هذه تداعيات اقتصادية خطيرة نحاول التغلب عليها في الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، ونحاول أن نكون وهذا يتطلب منا تغييرا جذريا كثيرا. وشكرا.